لواء زكريا الغامري مساعد وزير داخليه قطاع السجون. مساء الخير يا فندم. ازي معالي؟ اولا لازم اشكرك على الجوله النهارده وعلى اليوم النهارده بصراحه يعني. والله انا اللي عايز اشكر حضرتك على تشريفكم النهارده بالنيابه على كل القامات الاعلاميه اللي حضرت، واحنا سعدنا بيكم حقيقي يعني، ويكفي اللي انتوا وحضراتكم كلكم الحمد لله يعني صدرتوا هذا المشهد لملايين المصريين علشان يشوفوا الوضع على حقيقته. وزي ما قلت حضرتك ان الموضوع مش موضوع زنازين وبس، لا الموضوع موضوع تأهيل ورعاية شاملة، سواء رعاية صحية او رياضية او ثقافية من كل النواحي، ولازم السجين او النزيل يبقى كرامته متصانة، وناخده في اتجاه ان هو يبقى انسان سوي، ولما يخرج ان شاء الله باذن الله يكون مؤهل ومعاه مهنة يقدر يشتغل بيها من سبيل مشروع بره في الشارع، وفي نفس الوقت هو جوه زي ما حضرتك شفت النهارده وكل الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي تواجدوا والشخصيات العامه وكل من اطياف المجتمع شافوا النهارده على ارض الواقع. حضرتك شفت كيانات انتاجيه وصناعيه متميزه جدا، وهذا الكلام كله بيصب في مصلحه السجين، سواء احنا الاف الافدنه زي ما حضرتك قلت بتنزرع بافخم انواع الخضروات والفاكهه علشان المسجون ياكل، معامل ومفارخ للبيض بملايين الملايين الملايين 150 مليون خلال العام، كل ده رايح للسجين. عندنا مزارع انتاج حيواني. حضرتك بتقول لي كام؟ 150 مليون؟ 150 مليون بيضه في السنه. أيوة. كل ده رايح للنزيل بياكل للنزيل. كل البيض ده داخل للنزيل. كويس. واحنا اللي بيبقى فيه زياده في الانتاج بندخله على مبادره كلنا واحد علشان نخفف السعر على جاهل المواطن. كويس. وبتبقى الاسعار اقل من كده، زي ما حضرتك شفت الانتاج في الاساس الموبيليا الخشبي او الاساس المعدني او الانتاج الحرفي لشغل الحاجات اليدويه للسجينات اللي كانوا موجودين وبيتناقشوا مع حضراتكم من المشغولات والمفارش والحاجات الصرمه، حاجات كلها حاجات متميزه جدا. شفتوا حضراتكم زي ما الصوره شايفه دلوقتي المطبخ ده مطبخ نموذج للمكان اللي بيتعمل فيه اكل للسجناء او النزلاء، زمايلهم هم اللي بيطبخوا مؤهلين معاهم شهادات صحيه، مكان نظيف، المكان راقي. يعني المشهد حضرتك اللي شفته مثلا قدام حضرتك دلوقتي ده مصنع، كانه في منطقه صناعيه، يعني الناس متخيله ان كان يبقى ورشه ولا حاجه، لا مصنع خط انتاج شغال للمشغولات المعدنيه وله منتجات وتباع، وعندنا معارض ومنافس لهذا الامر. وخط كمان انتاج اللي هو الاخشاب اللي حضرتك شفته، ده جزء من كل ده، يعني ده جزء احنا كنا في ترى، لكن على مستوى الجمهوريه كل السجون فيها حضرتك مصانع وفيها اماكن انتاج وفيها تاهيل كمان من نحو الاميه لحد الجامعه، يعني تلاقي حضرتك ناس واخده شهادات ابتدائيه واعداديه وثانويه وجامعه، وناس محضره واخده اولا ناس واخده ماجستير وناس واخده دكتوراه. كل ده من داخل السجون.